السلام عليكم، مرحبا بكم. حكيمة بنت العاصمة معكم اليوم خواتاتي. حبيت يعني انا ندير معكم لاسباغيتي بطريقتي ونوريكم انا طريقتي كيفاش نحضر لاسباغيتي تاعي، باش غير بزوج هادو كتيتات غير صغار، يعني ما نسحقوش كميه كبيره، يعني كما نقولوا في الاطباق تاعنا ما يلزمش يكون بزاف اللحم، يعني نقدروا نديروا سباغيتي بلا لحم. انا يعني ما نديروا بليكوت، عندي غير زوج هاد الحبات كما راكم تشوفوا، وعندي كميه كبيره تاع البصل شوفوا قطعته بهذا الشكل نسحقوا هكذا كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للثوم انا عندي راس ثوم كبير خاطر انا راح ندخلوا ميم الثوم والبصل وريقه رند وزعتره. وبالنسبه للطوماطيش انا درت نحيت لها الزريعه والقشره ودرت ثلاث حبات يعني ميكسيتهم، ونسحقوا يعني طوماطيش من الصبره نسحقوا غير بغرفه كبيره، والملح والزيت. وبالنسبه للتوابل عندنا سكنجبير وفلفل الكحل وفلفل عكري هو حلو وحار، يعني انا هذا العكري شويه حار على بيا ما حبيتش ندير نستعمل الحار، ديجا انا عندي هذا فلفل حار يعني عكري تاعي وحار. وبالنسبه للسباغيتي يعني انواع من السباغيتي، كان انا حندير بسيم يعني سيم ثاني مليحه ما نخدم بها. دوك نبداو على بركه الله. اول شيء نسبق شوفوا حاجه الاولى نسبقوا نديروا الزيت، كميه تاع الزيت نوريكم ديما انا يعني ندير نوريكم نقطه بنقطه باش يعني نوريكم كاع يعني طريقتي كيفاش انا ندير. راني درت الثانيه والثالثه يعني ديكويه معمرين يعني للفوق، علاش يعني هاد لاسباغيتي ما نديرولوش بزاف الماء، يعني كميه غير صغيره. واني حندير هادوك زوج كتليتات نشمرهم وندير شويه ملح، نحب ندير شويه ملح. ودوك نوريكم هاد يعني انا هنا ما ذكرت لكمش الماء تاعي راني درتو يغلي، ندير له مغرفه تاع الزيت وندير له شويه ملح وندير الباكي تاع سباغيتي. دوك نحطو هاد زوج كتليتات يتشمروا لنا. خليت هذيك الكتليتات تاعي شوفوا. دوك ندير البصل، علاش قلت لكم يعني هاد لاصوص راني حنديرها معكم اليوم تشوفوا طريقتي كي ندير انا لاسباغيتي تاعي. نحب البصل بهاد الشكل يعني نجمرو ونزيد ندير معاه الثوم، يعني نفضل كان الثوم تكون كميه كبيره راس كبير باش هو يعني المرقه تاعو تجي مجمره، ونخلو هذاك البصل يتجمر ونعاود نولي لكم. حنا البصل تاعنا شوفوا هاو يتقلى كيما راكو تشوفوا. دوك ندير انا هذيك السعيطره وندير هذاك حيرون ونقعد يعني نحركو الطبق تاعنا، ونزيد ندير هذيك الطوماطيش قلت لكم تلت حبات بسم الله، وخلو يعني هاد اللي درنا كاع يتشمروا لنا ونعاودو نديرو ان شاء الله. شوفوا راني رايحه ناخذ مغرفه تاع الطوماطيش هكذا، يعني شوفوا الكميه اللي انا حين ناخذوها، ونزيدو نجمروا هاد الطوماطيش يعني ناخذوها نعطوها تجميره مليحه، وما نديرش التوابل حتى يعني تتجمر لي مليحه الطوماطيش اللي زدت درتها. وبلي زيبيس تاعي انا هنا عندي شوفوا عندي فلفل الكحل وسكنجبير، وبالنسبه عندي تاني العكري قلت لكم هو حلو وحار، ناخذو مغرفه هكذا ونزيدو مغرفه يعني تاع كيما نقولو سكنجبير حاجه غير صغيره ماشي كبيره، ومغرفه تاع فلفل الكحل. انا ديما نميزيري بهاد الكميه هكذا، ونحركو يعني كاع دوك التوابل تاعنا اللي دخلناهم هكذا، يعني ونفضلوا يعني ما يكتبش عليكم ما من النار تكون هاديه على نار قليله، خاطش انا هاد لاصوص تاع لاسباغيتي مش حنديرها بزاف الماء، كميه غير صغيره نقص لها. والطوماطيش ما يخفى لكمش هي شوفوا ديجا تلق الماء تاعها، نقص لها النار تكون هاديه شوفوا، وخلوا لاصوص تاعنا طيب لنا غير بشويه، يعني ما من نمرقها نعطيها تمريقه غير صغيره ماشي كبيره. وبالنسبه خواتاتي للماء انا درت له مغرفه تاع زيت
ومغرفة يعني معمرة حتى الفوق، وكوياراسو تاع كبيرة تاع الملح. علاش انا ندير الملح؟ يعني الملح لازم باش لاسباغيتي تاعي يعني بعد ما طيب لي ما طيبش مسوسة. وبالنسبة لاسباغيتي دوك نوريكم انا هنا الماء تاعي، نجيبو لهنا باش تشوفو نقرب لكم. يعني انايا نفضل لاسباغيتي تاعي انايا ما قطعهاش على زوج، يعني نديرها هكذا غير بشويه بسم الله، نديرها غير هكذا. ومن بعد ما تبدا تحبط يعني بفرشيطه نبدا نحبط فيها كما راكو تشوفوا. شوفوا لاسباغيتي تاعي انا راني مازال ما طابت، حبيت برك نوري لكم. شوفوا بعد ما رميتها يعني شوفوا يعني كيما الشكل اللي نحب يعني نتحصل عليه هكذا باش تبقى لي واقفه. دوك انا واش ندير هكذا ما يعني ما طيحناش بالماء سخون هذا اللي راهو فيها، نشد نغلق هكذا لا كوكوت، نغلقها مليح ونخليها نحسب لها مده 20 دقيقه على نار قليله ونطفي لها. بعد ما نطفي لها لاسباغيتي تاعي نزيد نخليها واحد 10 دقائق هكذاك، يعني مي با 10 دقائق 6 حتى 7 ونطفو عليها. يعني انا طفينا عليها ونصفيها، يعني نصفيها باش تقعد شاده روحها على خاطرش لاسباغيتي تاعنا كون يعني تجينا محرحره ما تجيناش بنينه. انا نفضلو ما نطولولهاش يعني في النار، ما تكونش النار قويه بزاف، وبعد ما تكون النار غير هاديه نحسبو لها تاني 10 دقائق ونصفو لاسباغيتي تاعنا. بعد ما نصفوها نصفيها يعني نشللها بشويه ما ونديلها شويه زبده ومارغارين كيما تحبوا. وبعد ما يعني نزيدو نصفوها ونديروا لها هاد لا مارغارين ولا الزبده نعاودو نردوها في لا كوكوت تشرب كاع هذاك الماء بعد ما غسل. يعني كيما نقولوا انا نفضل كاين ناس ما يشلوش لاسباغيتي، انا من النوع اللي نشللها من احسن. انا هذه هي طريقتي وما نكذبش عليكم، وتشوفوا في الاخر كيفاش تجيني ان شاء الله. دوك نعاود نحطها فوق النار ونعاود نولي لكم ان شاء الله. شوفوا يعني المرقه تاع لاسباغيتي تاعي، شوفوا بعد ما يعني على نار قليله شوفوا كيفاش تلقت. هذه مازال ما مرقناها، انا نحين نوريكم التمريقه كيفاه راني حنمرق. شوفوا راني حندير غير هاد لو بول هكذا بالعاني، يعني حبيت نوري لكم باش تشوفوا تمريقه غير صغيره. وديما يعني النار تكون هاديه ماشي هكذا، نزيدو نقصو. شوفوا نقصو النار غير قليله علاش احنا باش طيب لنا هذيك يعني هذيك الكتليته. وبعد ما طيب يعني نكمل لكم المرحله الاخيره كاع في هذا طريقتي كيفاش نحضر لاسباغيتي تاعي. لاسباغيتي تاعي شاده روحها، شوفوا بعد ما يعني شللتها غير شويه ودرت لها يعني زبده ولا لا مارغارين كيما تحبوا. وانا هنا خلاص هاي طابت لي، انا قلت لكم ما نحبهاش تكون محرحره بزاف، نحبها تكون واقفه. ودوك حنايا الطبق تاعنا مازال تاع لاصوص مازال ما تجمر، بعد ان شاء الله ما يتجمر ويطيب نوريكم هذا الطبق تاع لاسباغيتي حاضر. ويعني نعطيكم ثاني واحد الملاحظه، انا هذا لاسباغيتي ديما كي الانسان ياكلو ياكلو يعني سخون، جامي الانسان ياكل لاسباغيتي بارد، ما يعني ما يكونش ذوق بنين. يعني كي نقول لكم سخون يعني على حساب الانسان كيفاش يحب السخانه. وتاني كاين في الاخير تحبوا تزيدوا ديروا يعني زعتره، انا زعتره بعد ما يطيب لي ندير زعتره فوقه. يعني وهذا سباغيتي يعني ما يشدش وقت كبير، نعطيكم المده تاعو نص ساعه يكون سباغيتي حاضر ونوريه لكم حاضر على مائده التقديم باذن الله ان شاء الله. يعني لاسباغيتي صدقوني بنين بالبزاف. وانا بعد ما يطيب شلت زعتره تاعي نزيدو نديرو زعتره من الفوق، يعطي يعني زعتره تزيد تبنن لنا هذا الطبق تاع المكرون سباغيتي. وشوفوا على غير صدقوني غير هاد يعني الكميه تاع الطل اللي درتو يعني كيما نقولوا تاع افراد تاع سته، نقولوا يعني حتى تقدروا سته سبعه افراد من العائله ياكلوا منه. وانا وريت لكم كميه غير صغيره وشويه درت بها يعني اللي بقى لي درت لاصوص تاعي وجاتني حمراء، واللي بقى راني وريتها لكم على مائده التقديم.
وان شاء الله انتو ديروا طريقتي وتنجحوا فيه، وما يخفالكمش يعني سباغيتي يعني الاطفال الصغار يحبوا، ما كاين ناس كبار يحبوا لا سباغيتي. انا من نوعيه تاع الناس اللي نحب سباغيتي، ما يعني في فصل الشتاء ولا في فصل الصيف، يعني حاجه بنينه لا سباغيتي. بزاف الناس قدكم يحبوا. وما بقى لي خواتاتي ان شاء الله نقول لكم غير تهلاو في صحتكم، وديما نقول لكم يعني نفكركم دعموني بالمشاركه تاعكم باش نقدر نواصل معاكم، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اطباق واحده اخرى باذن الله.